عايز ايه من لعيبة بتخطئ وتبص تلاقي رئيس النادي بيخطئ خطأ اكتر منهم. يعني انا نفسي اقول للعيبة الزمالك افصلوا نفسيكم عن سقطات مرتضى منصور. يعني النهاردة مرتضى منصور طالع بيقول لك ايه، بيقول لك عمرو الجنايني بس على دماغ وليد سليمان، ما بصتش ليه على دماغ طارق حامد. اولا ده ما حصلش، اولا ده في الملعب ما حصلش. الراجل ممكن يكون كان بيطيب خاطر الاثنين، وفي تطيب الخاطر هنا لازم اقول شابوه وانحني تقديرا لسامي الشيشيني وامير عبد العزيز. سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك والكابتن امير عبد العزيز المدرب المساعد. سامي الشيشيني وامير عبد العزيز شالوا فتيل مصايب، وانا شفت بنفسي وانا في الملعب كيف استطاع سامي الشيشيني انه يلم كل اللي اتبعتر ما بين لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك هو وامير عبد العزيز، ثم بعد كده جه عليهم اسماعيل يوسف. انا شفت بعينيا لدرجه ان سامي الشيشيني راح واتكلم واعتذر لبعض لعيبة النادي الاهلي، وبعد كده كاردرون ظهر في المشهد وظهر رمضان صبحي. كاردرون سلم على رمضان صبحي بشكل حار جدا وحضنه، وبعد كده احمد الشيخ كان وراه سلم على كاردرون، وكاردرون هدى لعيبته، واسماعيل يوسف وسامي الشيشيني وامير عبد العزيز طالبوا اللعيبة انها تتوجه للجمهور للاحتفال للاحتفال. علشان كده الناس اللي بتشتم زي مرتضى منصور دول شويه زباله، ما تاخدش عليهم ولا تحط نفسك في مكانهم. لكن لازم اتحاد الكوره لا ينظر للمشاهد اللي انا قلتها الا بمشهد اعتناء، واعتناء شديد جدا، لان التجاوزات اللي حصلت لابد ان يحصل عليها عقاب، ولا بد ان يكون فيها كلمة مهمة جدا للتاريخ على كان ده ما يتكررش تاني من اي بني ادم او اي لاعب منحط مش عارف قيمة بلده، مش عارف قيمة بلده. شكلنا كان وحش في الملعب، شكلنا كان وحش. لما يخش لك حد في اللايف متخلف يا حمار، احنا بنتكلم على اسم مصر العظيم، احنا مش مع اهلي ولا زمالك، احنا بننقل حالة لوجه الله اللي شفناه، زي ما عيبنا عبد الله جمعة عيبنا كهربا، زي ما قلنا شيكابالا ارتكب جناية في حق الاهلي وجماهيره. احنا قلنا الكلام ان اجايه ما كانش ينفع يروح ناحية جماهير الزمالك. احنا يعني ما بنشتغلش يا ابني لحساب حد، ولكن شكلنا في الملعب يعني للأسف الشديد كان وحش في الدقائق الأخيرة، كان وحش وحش جدا 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 بشكل يعني لا يطاق لا يطاق لا يطاق. يعني للأسف الشديد الناس دي لازم يا جماعة تتعاقب، ولازم يبقى في وقفة معاهم. واعتقد في ناس مسؤولين في الاتحاد لازم تبص لتقرير مراقب المباراة ومراقب الحكام. لكن احنا الزمالك مدرسة فن وهندسة وجمهور عظيم وناس أدوا مهمتهم على أكمل وجه، والزمالك استحق لعب كاردرون على قد إمكانيات لعبته. ومع ذلك مهم جدا إنك أنت لازم تعلي من قيمة الروح الرياضية. كلام مرتضى منصور بعد المباراة كلام كله يؤجج المشاعر وبيدعو للتعصب. هاجم الناس كلها، هاجم سيد عبد الحفيظ مش عارف ليه، ومش هلعب القمة واحترم نفسك يا سيدي عبد الحفيظ، وهاجمنا وشتمنا. وكالعادة أحمد مرتضى عمل، وأحمد مرتضى سوى، وأحمد مرتضى راح وعايز يسرق الفرح، ولول أحمد مرتضى ومش دول أحمد مرتضى والكلام ده كله. وأنا قلت له إنك أنت وش النحس، أنت النحس، أنت النحس الحقيقي، لأنك أنت لو جيت ما كانش الزمالك فاز، أنت لو جيت ما كانش الزمالك فاز، بس كان يكون عندك علم. لكن الزمالك فجأة انت مش موجود. لو الزمالك انت جيت الجماهير كلها وهي مقابلاني، على فكرة والله العظيم الاف
ويشهد الناس كلها. يعني كم واحد المأجورين اللي انت بتأجرهم على الفيسبوك دولة يشتم هنا ولا يشتم هنا؟ الناس الحقيقية اللي بتواجهنا، اللي بتواجهنا وبتقول لنا برافو عليكم. يعني للأسف الشديد يعني انت رسخت مفاهيم التعصب، انت رسخت مفاهيم التعصب ورسخت مفاهيم وقيم العنصرية والسب والشتم بين الجماهير. فرقة فايزة وبسم الله ما شاء الله واخدة السوبر الرابع وجمهورها فرحان ولسه فايزة على الترجي وتيجي تفوز على الأهلي، ده انجاز عظيم افرح بيه، افرح بيه، بلاش تسب ده وتسب ده. على رأي خالد ضحاوي بيقول لك انت عايز ايه منه يعني انت عايز ايه منه يعني خرارة بتنضح، خرارة بتنضح. بالعكس احنا فرحانين جدا، احنا ما بنشجعش حد، احنا بنشجع الاخلاق والاحترام، واللي انا بقوله ده شهادة للتاريخ، شهادة للتاريخ، شهادة للتاريخ. احنا بنقول شهادة ربنا هيحاسبنا عليها، اللعيبة دي لازم تتحاسب، واللعيبة دي اطفت. وعلى فكرة الاستوديوهات التحليلية كلها اتكلمت عن ده، الكابتن عماد متعب اتكلم عن اللي عمله عبد الله جمعة، والاستوديوهات التحليلية اتكلمت عن الخروج على النص. المشهد كان فضيحة، المشهد كان فضيحة يا متخلف يا اللي انت بتدعو للتعصب انت وهو. المشهد كان في الملعب مشهد فضيحة، مشهد فضيحة بمعنى الكلمة، مشهد فضيحة، المشهد كان فضيحة بمعنى الكلمة. عشان بس تكونوا فاهمين، مصر أكبر من الخروج عن النص ومن التعصب ومن الكلام ده كله. خلينا نتكلم الأستاذ علاء حمام ونشوف ماذا قال مرتضى منصور. هدينا علاء حمام يا أستاذ سيد، لأن مهم جدا 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 إنك أنت تعرف وتفهم. أنا مش بضللك، زمالك عظيم وفايز وجمهور عظيم، تطلع تصفي حسابات شخصية ليه وتشتم ليه؟